متابعينا الاعزاء حضرنا الكريم، انطلق الشوط 17 بتعداد اشواط هذه الفتره الصباحيه، متمنين الجميع التوفيق والسداد في انطلاقه هذا الشوط مع تواجد الشعارات والاسماء الحاضره والمنطلقه. نبدا مشاهدينا الكرام بالنداء للاسماء الخمسه الاولى، الاسماء الخمسه المتنافسه والمنطلقه، لنبدا مع اول المراكز. المركز الاول والصدارة، وتابع مشاهدينا الكرام انطلاقة مقام سالم بن عبد الله بن سعيد. على اول المراكز هم لولا خلفان بن مبارك بن فاضل المزروعي على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني وتابع مشاهدي الكرام شوهين ناصر بن زايد بن ترجم أسهلي. ننتقل مباشرة للمركز الثالث اللي نرى ونشاهد انطلاقة لطام حزام بن سويد بن حزام المسعري الدوسري المركز الرابع، وتابع أيضا من جانب الميدان مشعلالي علي بن سلطان بن هاشم الكتبي يقدم لنا مشعلة، والمركز الخامس وصول وصول انتعام على المركز الخامس محمد بن سعيد بن محمد بن خيلة من تحمل رقم 33 بهذه اللحظات. انتعام على المركز الثالث او مع المركز الخامس تحمل رقم 33. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، هذه على الاسماء الخمسه الاولى بانطلاقتها وتواجدها المميز والجميل. نعود متابعينا الكرام لنستجد النداء الى اول المراكز لنتابع انطلاقه هملوله السلاله الهملوليه الحاضره بانطلاقه هذا الشوط. خلفان بن مبارك بن فاضل المزروعي مقدم لنا شعاره بانطلاقه هذا الشوط بقياده الاسماء. ضيف الميدان يقدم لنا شعاره بالانطلاق اولا مع اول المراكز. المركز الثاني يا سلام، الغدوم اللطامة، اللطامة على المركز الثاني. تعود ملكيتها لحزام بن سويد بن حزام المسعري الدوسري. ثالث التحديات مشاهدينا الكرام شوهين ناصر بن زايد بن ترجم أسهلي بانطلاقة شوهين على المركز الثالث. المركز الرابع شعار بن السعودي قادم على رابع التحديات مقدما لنا شعاره بانطلاقة مشعلة. علي بن سلطان بن هاشل الاكتبي خامس المراكز. وصلت انتعام لمحمد بن سعيد بن خيلة على المركز الخامس، ومع خامس الاسماء فدانا بالاقتراب وبتدخل الى مجريات الكيلومتر الاخير. كيلو المثير، كيلو العمليات، كيلو الصراع، كيلو القوة وكيلو الإبداع. بدأت الانطلاقة بهذه اللحظات، بدأت ترتفع درجة حرارة هذا الشوط. أول المراكز، أول المنطلقات، أول القائدات هملولة. هملولة ما زالت هي المسيطرة، تقود الأسماء في صولة وجولة، في صولة وجولة مع الناموس، مع الانطلاق بشعار المزروعي خلفان بن مبارك بن فاضل المزروعي على المركز الاول. المركز الثاني يا سلام، تقدمت لطامه لتقترب بشعار الدوسري. احزام بن سويد احزام المسعر الدوسري على المركز الثاني. المركز الثالث انتعام قادمه محمد بن سعيد بخيله على ثالث التحديات. المركز الرابع شعار بن دلوان قادم بانطلاقه حدث محمد بن راشد بن قطفه على المركز الرابع. الى المقدمة الى السلالة الهملولية، وايضا سلالة هملول تجري بعروق هملولة اللي بدأت تقدم لنا انطلاق وعرض مميز على مقدمة هذا الشوط مع القيادة مع الناموس ومع التتويج. الثانية لكي المزروعي على فوز هملولة باول المراكز وعلى انتزاعها للمركز الاول. المركز الثاني وصلت لطام حزام بن سويد بن حزام المسعري الدوسري المركز الثالث.
كان الوصول من قبل التعام لمحمد بن سعيد من خلال المركز الرابع، وصلت على رابع المراكز اللي حدث محمد بن راشد بن قطر المركز الخامس. وصلت مشاهدي الكرام شعلة لعبد الله بن علي بن ربيع الرزق العجمي. التوقيت الزمني لحظة الوصول هملول إلى خط النهاية مع الفوز والناموس 6:09، 5 أجزاء من الثاني. الثاني التبريكات نزفها لخلفان بن مبارك بن فاضل بن سعيد المزروعي المركز الثاني. وصلت للطامة، توقيتها الزمني 6:10، 6 أجزاء من الثانية. الثاني والتبريكات نزفها الحزاب بن سويد بن حزام المسعري الدوسي المركز الثالث. كان الوصول من انتعام، توقيت الزمن 6:12، 7 أجزاء من الثانية. الثاني التبريكات نزفها لمالك انتعام محمد بن سعيد بن خيله.